النظام الغربي في التعامل مع غير مثلا خلينا نتحدث غير الامريكيين، في نظام واليه معينه ومراحل ممكن اي شخص ياخذ الجنسيه ولا يعتبر اجنبي اذا كان يمكن الاستفاده منه، بينما هنا من عاشوا وولدوا وتزوجوا وصار لهم احفاد ما زالوا يعانون. وحتى من يحصل على حتى لو لم يحصل هناك على الجنسيه، لو في المطار وهو شخص معاق او مريض يخصص له غرفه، يخصص له ممرضه مستمره معه، نقل اذا احتاج نقل بالطياره، خدمات غير عاديه ورائعه وانسانيه. أعتقد نحن أحق بهذا، ولذلك فكرة أن الأجنبي جاء من أجل يأخذ فلوسنا وينهب خيراتنا، يعني هذه فكرة ينبغي أن لا نقولها ولا نكررها. الأجنبي جاء يستفيد نعم وأرض فيها خير وبركة، ولكن جاء ليفيد، يعلم أجيالا، يدرب، يقوم بالأعمال التي ربما نحن نأنف من القيام بها وتحت الشمس وبالتعب والعرق. ولذلك ينبغي أن يكون هناك رقي في الأساليب واحترام لشركائنا في الوجود وفي السكن. وحتى لفظة أجنبية ليست لفظة جميلة، ولا أعتقد أنها لفظة ملائمة. هم إخوانك وليسوا بالأجانب، ربما الأجانب كان يطلق على غير المسلمين تاريخيا كما هو معروف في الدولة العثمانية، ولذلك وجود السكن المناسب لهم، وجود العلاج زي ما ذكر صالح العلاج يعني يا أخي مرتين ما لقدر مأساة. يعني أنا أريد أن أقول لك بالنسبة للعلاج هو مأساة، وأنا أناشد القائمين على الجهات الصحية وغيرها أن يتم مبادرة هذا الموضوع قبل أن يؤاخذنا الله سبحانه وبحمده، لأن هناك ملايين، قل 3 ملايين من الناس الذين هم مواطن بلا هوية. طيب هؤلاء عندهم أطفال ونساء، جزء كبير جدا منهم عندهم مشكلات صحية. طيب امرأة يعني عندها ولادة، شايب كبير السن عنده فشل كلوي، أنا أعرف حالات من هذا القبيل، فشل كلوي وبعدين أخذ موافقة على العلاج في إحدى المستشفيات، في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الموافقة مرهونة بوقت معين، ما استطاع يجددها لأن التجديد يتطلب علاقات وهو لا يملك هذه العلاقات، فيتم طرده. يا أخي هذا فشل كلوي، معناه أنك تسلمه للموت، أو يذهب إلى مستشفى حكومي سيدفع مقابل الجلسة الواحدة 2500 ريال، معناه 4 جلسات في 3 جلسات في الأسبوع 7000 ريال. هذا ولا راتب وزير يمكن أن يقول. Gracias.